تعاون الأندية في النهاية نجاح لكرة القدم الكويتية. بسم الله وعلى بركة الله تنطلق المباراة. منال أيضا التوفيق هو زميل عبد الرحمن تيبي في هذه المباراة. هذول اليوم في حراسة المرمى مكان الأساسي بدر الصعنون للإصابة. كمل الدقيقة قبل ما تكمل الدقيقة انذار على جوينداي. كأس الاتحاد الأسيوي والكرة تعلو برا الملعب إلى ضربة مرمى مع أول تهديد لنادي الكويت. شوف عبد الله البريتشي حلوة بيلعبها ورايح على الزاوية اليمين لكنها برا الملعب إلى ضربة مرمى. ركنية اللعب على الزاوية البعيدة ولا زالت خطيرة والتسديد جول. في صافرة ولا شنو؟ في صافرة اتكلم في صافرة هو يكلم الفيديو غرفة التحكم. هناك علي محمود تشوف اللعبة لما نزلها وتعود هي ما فيها شيء على عباس ما عنده مشكلة لكن ممكن هنا بالإيد على عبد العزيز بن ناجي. شايف الإيد يبدو يمين إيد اليمين لكن هو لعبها قوية راحت عليك الفرحة يا على جمعة سعيد حصلها جمعة حاول إيمور يلعبها على البينية حلوة خطيرة ليت اللعب لكنها وين برا. وشوف جمعة سعيد وصل صح واستلم وبعدين سلم الكرة الحلوة لأحمد الزنكي لكن لعبها خارج المرمى إلى ضربة مرمى. لعبها على جهة اليسار يحصلها قبل الأوت الله حلوة فوتها جمعة سعيد لعلاء عباس في المكان المناسب. علاء عباس الدول فاضل شايت الله كرة قوية والتسديد من أيضا أمجد عطوان. دقيقة 16 الله 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 على اللعبة القوية جدا. شوف يا السلام أحمد الزكي لكن فعلا هو أضاع يعني أكثر من ثلاث فرص مؤكدة وهذه خطيرة جول. فهد الهاجري لم يجعلني أكمل العدد الفرص الضائعة للكويت من ثلاث فرص إلى أربعة فرصة الحقيقية الخامسة يسجل في الدقيقة 18 فهد الهاجري. نعم فهد الهاجري يذهب ويسلم طبعا على الزميلة ايضا عبد الواحد سيسوكو الدولي المالي. شوف لما نزلة حلوة وجمعة على طول واخيرا لكن شوف طلال الفاضل تسليم صح والمدافع بيشيلها قصيرة والمتابعة لفهد الهاجري ايضا في حديث مع الكندري ايضا في حديث مع غرفة التحكم. البريتشي طالب بالخطأ تنقطع مرة اخرى مقطوع الان ليوناردو سيلفا يحصلها طلال الفاضل تروح من طلال سيلفا فيها كرت اصفر فيها الكرت الاصفر على الاثنين طلال يحصل على الكرت الاصفر. شوف علاء قدم ويلعب كرة ناحية عبد الله البريتشي التواجد موسوي والبريتشي لون لكن تضرب برا الملعب ركنية برا الملعب إلى ركنية هي الرابعة وهذه الكرة شوف لعبت لكن بريتشي تضرب للكويت مع بداية شوط المباراة الثانية لعبها على جهة اليمين والعرضية ممكن لجمعة سعيد يلم ويهيئ ويجرب نفسه الله 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 هذه ما هي تجربة يا جمعة سعيد يلعب كرة قوية
في الدقيقة 6 الهدف الثاني لنادي الكويت من برا المنطقة. واضح انه راح يشوت ويجرب حاله. شوف 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 شوف, شوف على طول يلعبها قوية تسكن الزاوية اليسار على حارس المرمى. هذال الهذلول هذال الهذلول وهذا اللي تكلم عنه ممكن لأن الساحل بدأ يتقدم شوي رغم أنها 2-4-5 مدافعين موجودين 5 أو 6 مدافعين من الساحل لكن لم يستطيعوا أن يوقفوا جمعة سعيد. يسجل جمعة سعيد هدف ثاني ويريح في فريقه بالتك. يخرج حربي ويشارك العجمي وأحمد الزنكي. أوه. عطاك كرة مقشرة يا علاء عباس. شوف 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 برافو أحمد الزنكي برافو لكن وين يضع هذه انطلاع. شوف سريع ما شاء الله أحمد الزنكي وسلمها للدولي العراقي أحمد الزنكي. يحاول شاري العنزي فيه شوية احتكاك من أحمد الزنكي. أحمد الزنكي بيستدعي حكم المباراة ويسكر عليه طلال الفاضل وجمعة سعيد. أحمد الزنكي يقول له خلاص وخر أنا اللي عندي القرار والكرت الأصفر. أحمد الزنكي شوف اللعبة تدخل وبعدين أيضا المنايب هذه الكرة العرضية الجميلة والله كرة ما تضيع يا علاء عباس. أوه لو أنك منتخب العراق شو يسوون فيك جمهور العراق. بالخطأ توصل مشاري العنزي طلال الفاضل. أوه 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 يا العجمي ما مداك توك نازل من الخلف على طلال الفاضل. وسلامات يا طلال توه عائد من إصابة توه عائد من إصابة. السلامة دخول من الخلف تهور وانذار انذار دقيقة 16 الدقيقة 16 هذه الكرة شوف وين راح يشوت الزاوية اليمين ولا اليسار على اليمين لكنها برا لكنها برا. فيصل زايد يلعب كرة قوية خارج الملعب إلى ضربة مرمى تقريبا مع الدقيقة 19. شوف فعلا لعبها على زاوية بعيدة ولكنها خارج الملعب. تنقطع جمعة سعيد علاء عباس علاء الله 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 فيها تفاهم عراقي واضح فيها تفاهم عراقي واضح. علاء عباس يسلم كرة لأمجد عطوان. شوف انقطعت شوف جمعة سعيد برافو ويا سلام كملها على عباس. وشوف التقدم لأمجد عطوان تفاهم عراقي في هدف ثالث لنادي الكويت من المحترفين المتواجدين من العراق في الدوري الكويتي في دوري STC. هدف ثالث حلو يصنع على عباس لأمجد عطوان اللمسة الأخيرة ويسجل الهدف الثالث. الهدف الثالث يسجل. كويت يسير بخطة ثابتة من غير أي تعقيد. تكلم عن هدف يعني خلينا نقول دقيقة 24 من الشوط وراقب تماما من دفاع نادي الكويت سواء من حسين حاكم أو عبد العزيز بن ناجي أو الظهيرين مشاري ولا فهد. وهذه كرة العرضية وتمر ولا زالت خطيرة على عباس اخيرا لحارس المرمى هذال هذول عبد العزيز اياد يعني يلعب في الجهه اليسرى ويحاول ايضا قيره ممكن على اليمين. هذه الكره الاخيره الخطا من علي الظفيري عود مره ثانيه تيتي احمد تيتي خطيره بالجول لكن برافو تغطيه صح وامشاري لعنزي ينقذ مرماه. شوف تيتي احمد تيتي لعب كره صح تهيئت لا والله الظفيري الظفيري علي 31 دقيقه
في كلام هناك، في كلام على ركلة جزاء أم ماذا؟ يقول له أنا أتكلم مع الأخوان في غرفة التحكم. واضح حكم مباراة على اللقطة الماضية، ركلة جزاء، ركلة جزاء. اقتنع في قرار زملائه وقالوا له تعال شوف اللقطة، ومن ثم يقرر. انذار على حسين حاكم بعد ركلة الجزاء. اذا حسين شوف، شوف اللعبة. نعم هنا ركلة الجزاء، خلينا نقول في دقيقة 32 الآن، دقيقة 32 من الشوط الثاني. اذا ركلة جزاء وهداف ويسجل، لكن حميد القلاف جول، جول. اذا يسجل هداف احمد تيتي الحقيقة العاجي، يسجل هدف التاسع في دوري اس تي سي، الى الهدف التاسع حقيقة. وتصبح النتيجة الان الكويت 3 الساحل 1 من ركلة جزاء. شوف يضعها بعد الاتجاه لغرفة التحكم، والفيديو هناك مع علي محمود ليضع هذه الكرة احمد تيتي. تصبح النتيجة 3-1 لفيصل زايد، غير على اليسار احمد الزنكي، زنكي بيحاول يمر، زنكي اخذها صح وهيا كرة ويلعب العرضية وتمر ولازاد الهاجري ويهيا ويشيلها هذال. وعلى العموم يقوم بالسلامة، وهذه الكرة اللي راحت منك يا على عباس، بيلعب دبل كيك خلفية ما مشت معاه، فهد الهاجري كان هناك. لو جاي الهدف هذا من أجمل الأهداف حقيقة، اختيار موفق لي وليد نصار إنه يكون قلب دفاع مع حسين حاكم بغياب فهد حمود حصوله على الانذار الثالث. هذه العرضية ممكن جول، خلاص انتهت واللعبة، وأيضا يبعدها جون انداي. شوف هذه اللعبة اللي ضاعت على جمعة سعيد، الحارس يتألق والدربكة وأخيرا أبعدت. أعتقد يعلن الآن حكم مباراة، نعم أعلنها الدولي عبد الله الكندري بانتهاء المباراة 3-1 الساحل. ألف ألف مبروك لنادي الكويت، هاردك نادي الساحل، والكويت إلى النقطة رقم 27 يأتي في المركز الثاني الآن، والسالمية يتراجع للمركز